الأهرام قررت تهاجم المقطم وتقول إن هي بترغم الأهالي على الاشتراك فيها وإنها بتاخد أموال من الاحتلال البريطاني وهكذا. والحقيقة التهمة دي كانت أغلب الناس كانت بتقولها على المقطم. وهجمت فارس نمر صاحب جريدة المقطم باسمه وقالت له: أنت يا نمر من الواجب على كل وطني أن يفر من جريدتك فرار الصحيح من المجذوم. أما بقى المقطم فهجمة الأهرام وقالت أن يعني سليم تقلة اللي هو صاحب الجورنان من أعظم المتطرفين في الانتصار لفرنسا. في الوقت ده كانت الحركة الصهيونية والاحتلال البريطاني بيتعاونوا في صناعة جرايد تدافع عن مصالحهم وتبس اسمهمها وتقلل من أهمية الأوطان وتفهم الناس شعار واضح عندهم إن المال أهم من الوطن.